بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة واللقاء المتجدد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب إزالة النجاسة. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أن من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، يعني في زخرفتها وتزيينها بالأصباغ والألوان والكتابات، وكل هذا منهي عنه في المساجد، فلا يجعل فيها ما يشغل المصلين، ولأن المساجد ليست محل مباهات ومفاخرة، وإنما هي محل عبادة. قال عمر رضي الله عنه: ابني للناس ما يؤويهم، وإياك أن تحمر أو تصفر. فلا تجوز المباهات في المساجد وزخرفتها والمبالغة في زينتها. وفي البخاري قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. نعم، كما سبق أنه تبنى المساجد بما يليق بها مما يؤوي الناس من الشمس ومن الحر والمطر، من غير زخرفة ومن غير زينة، وإنما تبنى بما يليق بها ويحفظها من الآثار التي تزعج المصلين أو تشوش على المصلين من الحر والبرد والرياح وغير ذا والشمس وغير ذلك. هذا هو المقصود. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع بالبناء وترفع أيضا بالذكر والدعاء. هذا شأن المساجد في الإسلام، خلاف الكنائس والبيع عند أهل الكتاب الذين يتخذونها مفاخرة وزخرفة وزينة، بل يتجاوز الأمر إلى أن يعلقوا فيها الصور، وأنهم يغلون فيها. فنهينا عن ذلك كله. فهدي الإسلام في المساجد التوسط، لا تكون المساجد بصفة رثة تنفر المصلين، ولا تكون بصفة فاتنة ومزخرفة، بل تكون الوسط وعلى قدر الحاجة. نعم. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نعم، كما سبق أن يتباهى الناس في المساجد في آخر الزمان، وفي هذا أنه قال لتزخرفنها، يعني هذا خبر أنه يأتي على الناس زمان في آخر الزمان يزخرفون المساجد، كما هو الواقع من بعضهم. ولا تزخرف المساجد
وإنما تبنى البناء المتواضع، البناء الذي ليس فيها زخر، ليس فيه زخرفة ولا مبالغات، وإنما بقدر ما تحصل المصلحة من البناء تندفع المضرة به، هذا هو المقصود. المقصود العمارة، مقصود العمارة بالذكر والعمارة أيضا بالبناء. لا، يدخل العمارة، يدخل فيها العمارة بالبناء، يدخل فيها العمارة بالذكر والصلاة، يعني عمارة حسية وعمارة معنوية. نعم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. شوف، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. عمرها ثم عمرها بالصلاة. أي نعم. ثم روى بإسناده عن ابن عمر قال: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. نعم، تطورات المسجد النبوي. كان الأول مبنيا بالحجارة في جدرانه ومحيطاته، وكان مسقوفا بالجريد، وكانت عموده من جذوع النخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر الصديق، ثم جاء عهد عثمان وتزادت الثروة في عهد عثمان رضي الله عنه، فتحت الفتوحات وجاءت المغانم، فوسع عثمان رضي الله عنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهتين الجنوبية والشمالية، وزيادة عثمان موجودة الآن في قبلة المسجد، موجودة الآن في قبلة المسجد، فالمحراب والصف الأول، وهذا من زيادة عثمان. محراب الحالي محراب عثمان. أي نعم، محراب الحالي محراب عثمان، ومحراب الرسول باقي في مكانه، لكن للحاجة كثرة الناس وسعه عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم روى عن عثمان أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا؟ قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. فعثمان رضي الله عنه وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة الناس وحاجتهم إلى التوسعة، وأيضا لما وسع الله على المسلمين ووسع على عثمان رضي الله عنه أراد أن اغتنام الأجر، فوسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزين بناءه أحسن مما قال، بالقصة وهي الجص والحجارة المنقوشة، وهذا لا بأس به إذا كان متوسطا لا مبالغة فيه، لا بأس بذلك. نعم. وعن ابن عباس مرفوعا: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها، بنى الله له بيتا في الجنة. هذا فيه الوعد الكريم من الله: من بنى لله مسجدا. لاحظ قوله لله، فلا بد أن يخلص النية في ذلك، لا يريد رياء ولا سمعة ولا مباهاة، وإنما بناه لله عز وجل بنية خالصة. من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات، هذا من باب المبالغة، وإلا معلوم أن مفحص القطات لا يتسع للصلاة فيه، وإنما أن الله جل وعلا يكتب له الأجر بقدر ما بنى ولو كان
مسجدا صغيرا يصلى فيه، وإذا كان المسجد كبيرا على قدر حاجة الناس فهذا أفضل. نعم. وعن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في الحارات، دار بني فلان يعني حارتهم وهجرتهم وسكنهم. ليس المراد بالدور يعني كل بيت في مسجد، لا، المراد بالدور هنا الحارات لحاجة الناس إلى ذلك، وأن تزين وتنظف أيضا، تنظف من القاذورات ومن الأوساخ، فيجب العناية بنظافة المساجد وتزيينها بما يرغب الناس في الصلاة فيها ويبعد عنهم القاذورات وما يتأذون به، ففيه فضل تنظيف المساجد. نعم. كانت أمة سوداء تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت بالليل ودفنوها ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فلما فقدها سأل عنها فقالوا إنها ماتت ودفناها، فقال: هلا آذنتموني، يعني أعلمتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. فتحت الدنيا على المسلمين في سنواتهم الأخيرة، فكانوا يتكاثرون من المساجد في بعض الدور والأحياء حتى يكون الجامع يشوش على الجامع الآخر الذي هو قريب منه، وتنقص جماعة هذا الجامع، فيكون الجامع ليس فيه إلا جماعة أحيانا فروض في بعض الأحياء من كثرة الجوامع فيه، لا سيما في بعض الأحياء التي فيها يعني من أهل الثراء والخير الذين لا يشق عليهم البناء المساجد وتضخيمها وتكبيرها وتكثيرها وإقامة الجمعة فيها. لا، ليست المسألة فوضى. المساجد لا يؤذن فيها، الجوامع لا يؤذن فيها إلا من دار الإفتاء، لازم من ترخيص من دار الإفتاء، تقدمون ويجاب صفة المسجد، وهناك لجنة تطلع وتشوف وتقرر يعني عن المسجد وتكتب معلومات، ثم الإفتاء إذا اقتنع أذن لهم بالصلاة الجمعة فيه. الأمور مضبوطة ولله الحمد. لكن أقصد كثرة هذه الظاهرة، كثرة المساجد في بعض، هي كثرة الناس، زحمة الناس، الناس يصلون في الشوارع وفي الشمس. نعم. وعن سهل أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. نعم. الملاعنة كما جاءت في القرآن: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا في حق الزوج، يقوم فيشهد 4 شهادات أنه صادق فيما قذفها به من الزنا، صرح من الزنا، وفي الخامسة يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقوم هي وتشهد 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا بعد اللعان. وفائدة اللعان أنه ينفي الولد أيضا، إذا كان لا يريد هذا الولد لأنه يدعي أنه من الزنا فينفيه باللعان، ينفيه باللعان. نعم. شاهد حصلت الملاعنة في المسجد. نعم، حصل في المسجد وفي أو في أي مكان. نعم. وفيهما قصة عمر وحسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عمر وحسان، حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه عمر فقال: كنت منشده بحضرة من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيده بروح القدس. قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان قال: أجب عني، لما هجاه شاعر المشركين قال: أجب عني وروح القدس، يعني جبريل معك. نعم. وفيهما رد عليه حسان بالقصيدة المشهورة، رد على شاعر المشركين وأسلم هذا الشاعر، وهو من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ كعب بن زيد. أبو سفيان. أبو سفيان بن الحارث أسلم وصار من خواص الصحابة رضي الله عنه، وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيهما أنه ضرب على سعد خيمة في المسجد ليعوده من قريب. نعم، سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الخزرج أو الأوس، لما أصيب في غزوة الأحزاب في أكهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة في المسجد يمرض فيها، فهذا دليل على أنه يجوز أن تضرب الخيمة في المسجد وأن يمرض فيها ويعالج فيها المريض. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ولمسلم عن بريدة قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وله في حديث الأعرابي: إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. المساجد إنما بنيت لذكر الله، إن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي لذكر الله عز وجل وللصلاة، ولا ينشد فيها، لا يجوز فيها البيع والشراء والتعجير، لا يجوز فيها إنشاد الضالة، من شاف ضايعة كذا، من رأى كذا، ما يجوز هذا في المساجد. فإذا قام أحد ونشد ضالته في المسجد فإنه يقال: لا ردها الله عليك، يدعى عليه، أو لا وجدت، يدعى عليه بحرمانه منها عقوبة له. فالمساجد تصان عن أمور الدنيا. نعم. أحسن الله عليكم. السائلين الذين يكثرون في مساجد الناس اليوم، هل يشملهم مثل هذا ويمنعون؟ اللي ما هم محتاج يعرف أنه ما هم محتاج يمنع، وأما الذي ما يدرى هل هو محتاج ولا فلا يمنع. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس وهذا الدرس من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا العرض والبيان. هذا يزيد الريش، أترككم في رعاية الله وحفظه. المجلس القادم إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم.